مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. هذه نشرة الأخبار من قناة الشروق، أبدأها بالعناوين. النيل الأبيض تعرب عن مخاوفها من آثار السيول والفيضانات وتدعو إلى تقديم المساعدات للمتأثرين. فيضان نهر عطبر يخلف أوضاعا إنسانية معقدة بمنطقة سيدون، وحكومة نهر النيل تقف على حجم الأضرار. حكومة كسلة تقول إنها لن تتوانى في ردع مثير النعرات القبلية والجهوية. أهلا بكم مشاهدين. أظهرت إحصائية رسمية ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات بولاية النيل الأبيض إلى 12 شخصا، إلى جانب عدد من الحالات الصحية المتفرقة والتي تم نقلها للعلاج بولاية الخرطوم. وقال والي النيل الأبيض حيدر علي الطريفي في مؤتمر صحفي إن محليتي أم رمتة والسلام من أكثر محليات الولاية تأثرا بالسيول والفيضانات التي اجتاحت الولاية من ناحية الجنوب الغربي، وأبان أن الولاية تواصل تقديم المساعدات المتاحة لديها، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن حجم الأزمة يتجاوز قدراتها، وأبدى تخوفه من الآثار البيئية السالبة التي أفرزتها السيول والفيضانات. وناشد والي النيل الأبيض المركز وأبناء الولاية في الداخل والخارج الوقوف إلى جانب المواطنين حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الظروف القاسية. قدرات الولاية يعني أصلا لا تتناسب مع حجم الضرر. أنا حد الآن قدرات الولاية والقدرات التي دعمت الولاية حتى الآن لم نتجاوز فقط محليتي أم رمتة والسلام. في المحليات السبعة المتبقية من الولاية هي متضررة لكن بشكل أقل. نحن الآن نعالج في الضرر الفادح اللي حصل على هاتين المحليتين، ونسعى في أنه ما لدينا من إمكانيات وما تجينا من إمكانيات من الولايات المجاورة من المركز ومن خارج السودان أنه يمكننا في أنه نقدر نصل بقية الغرى في المحليات المختلفة. حجم الضرر كبير. وفي ولاية شرق دارفور ناقش الاجتماع الذي ضم الشركاء الأضرار التي تعرضت لها قرى بمحلية ياسين، وذلك جراء السيول التي جرفت ما يفوق 600 منزل وعددا كبيرا من المزارع. وطالب الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لحكومة الولاية إسماعيل عبد الله بتسيير قافلة دعم للمتأثرين بمشاركة الجهات والمؤسسات. حصر ميداني بالنسبة للخسائر، ويمكن تلخص بأن حوالي 403 منزل تأثر التأثير كلي و320 كان تأثير جزئي، بالإضافة لتأثر 37 مزرعة في المناطق المشار إليها يمكن غمرتها المياه. نظرت اللجنة في التقرير وقررت القيام بزيارة فورية إلى محلية ياسين والمناطق المتأثرة ومعها بعض المعينات العاجلة يعني من أدوية ومواد إيواء إن شاء الله. أما في ولاية نهر النيل فقد خلف فيضان نهر عطبرة أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد بعد أن أفقد المئات من الأسر المأوى، ووضع البعض الآخر تحت التهديد المباشر. وقد تفقدت حكومة الولاية منطقة سيدون ميدانيا ارتكازا عند منطقة أم رهو التي تعرضت لغمر ودمار غير مسبوقين في تاريخها. محنة إنسانية قاسية يكابدها مواطن قرية أم رهو بالوحدة الإدارية سيدون بمحلية الدامر، فالمنطقة التي ظلت منذ عقود طويلة في مأمن من فيضان نهر عطبرة داهمها النهر الثائر وتعرضت للغمر المفاجئ الذي لم يبق ولم يذر من حطام الدنيا شيء. نشكر جميع أهلنا وجيراننا ونشكر الحكومة لأنها الحمد لله جات ووقفت معانا مما بدا الحدث، والحمد لله المنازل وقعت لكن الأرواح سليمة. ونحن ما نبغى والله منهم إلا العلاجات بالنسبة للصحة والضل بالنسبة للخيم والمجمعات بالنسبة للغطاء. العناية الإلهية أنقذت أرواح مواطني أم رهو بعد أن هرع إليها عند النكبة أهل النجدة والغوث والمروءة من الجوار مسنودين بتدخلات فرق الدفاع المدني وسلطات الوحدة الإدارية سيدون. بعد الخسائر في المنازل وفي بعض الممتلكات
والحمد لله المواطنين متكاتفون ومتعاضدون، والحمد لله قمنا بتقديم بعض العون الإيوائي المتمثل في الخيام والمشمعات وكذلك مواد غذائية مقدمة من ديوان الزكاة وبعض الدول المنح القادمة من بعض الدول عبر المنظمات. حادثة غمر منطقة أمرهو بسيدون خلفت ظروفا حياتية وبيئية بالغة التعقيد قابلتها السلطات الصحية بالإعلان عن نفرة كبرى لتدارك الأوضاع والحد من تفاقمها باتخاذ ما يلزمها من تدابير احترازية ووقائية. سوف تنتظم الولاية يوم الثلاثاء حملة شاملة في إصحاح البيئة، لدينا مجموعة كبيرة من الطرمبات والموبيلات وسوف يشارك فيها كل الشباب بإذن الله. ومع النفرات الصحية العامة لحكومة الولاية يوازي ذلك نفرة الغوث والدعم وجبر الضرر الذي أعلنها المجلس السيادي وابتدرتها وأيدتها حكومة نهر النيل بإطلاق نداءاتها للمنظمات الإنسانية الطوعية والخيرية. هذه النفرة هي النفرة أعلنت بواسطة المجلس السيادي بالمركز، وهنالك نفر كريم من أبناء هذا الوطن المعطاء ونفر كريم من الخيرين ونفر كريم من المنظمات العاملة في هذا الحقل، وأيضا دول أخرى كدولة الكويت وكدولة قطر لهم إسهامات مقدرة، وهذه هي يعني طبيعة الحياة، هي طبيعة تكافلية، كل منا يكمل الآخر فيما يليه وفيما ينتقصه وفيما تحل به من مصائب وإحن ومحن. نحن جهدنا سيظل مبذول في هذه الولاية لتغطية كل احتياجات المناطق المتضررة، ونرغب يعني في عون الآخرين حتى يسهموا في هذا الأجر. ورغم اتساع رقعة التهديد المباشر للولاية جغرافيا في آن واحد من الأمطار والسيول والفيضان، إلا أن ما يحمد له في ذلك هو سرعة الإحاطة والتدخل السريع من قبل حكومة الولاية بالدعم والعون اللازمين للقرى والمناطق المتأثرة. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل، منطقة أمرهو، الوحدة الإدارية سيدون. أكد والي كسلا محمود همد أن حكومته لن تتوانى في ردع كل من يحاول إثارة النعرات القبلية والجهوية، وقال إن أجهزة الولاية المختصة ستظل تراقب عن كثب الوضع، وأكد مسؤوليتهم الكاملة في حماية مكونات كسلا كافة، كما وصف همد والذي كان يخاطب لقاء للآئمة والدعاء ورجال الدين المسيحي بالتنسيق مع المبادرة الشبابية لرتق النسيج الاجتماعي ونبذ الجهوية، وصف الأحداث التي شهدتها مدينة بورت سودان بأنها لا تشبه أخلاق وقيم الشعب السوداني، ونفى وجود أي أسباب تاريخية أو آنية لصراع النوبة والبني عامر، وأشاد بالمبادرة الشبابية، وأشار إلى أن من شأنها تلطيف الأجواء المحتقنة ونشر ثقافة التسامح بين أبناء القبيلتين. الجو يكون جو مواتي وجو صالح في أنه نحن نحتوي كل الإشكالات. يا جماعة، الناس جوا المدينة أي ما بقول ما بتنشأ مشاكل، تنشأ مشاكل، لكن طوال الناس يمسك اسم الشرطة، يعني ما في زول ياخذ حقه بيده، والناس اللي قاعدين في الأطراف حقيقة برضو عندنا معاهم آلية التواصل، كيف يتواصلوا مع مواقعنا العسكرية سواء كانت على الحدود أو للداخل أو في مراكز الشرطة أو خلاف. أختم بأنه كل من يسير نعرات عنصرية وقبلية في هذه الولاية سنكون له بالمرصاد. لا نسمح بهذا أصلا، لأنه يا جماعة هذا من شأنه أن يسكي الصراع بين مش المكونين ديل باقي مع باقي مكونات هذا المجتمع المتسامح مع نفسه ومع الآخرين. أصدرت لجنة أمن الولاية الشمالية بيانا حول تداعيات أحداث قبيلة الجعفرة بدنقلا والتي راح ضحيتها أحد أبناء القبيلة بجانب سقوط جرحى ومصابين آخرين، ذلك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وأكد مدير شرطة الشمالية محمد إبراهيم عوض الله خلال تلاوته لبيان لجنة أمن الولاية على قدرة السلطات الشرطية والأمنية في احتواء أي توتر أمني، وأبان أن اللجنة وضعت احترازات وترتيبات للحيلولة دون تكرار الأحداث، خاصة وأن أولاد جمعة وأولاد سوار هم أبناء عمومة، مما استدعى ترحيل 40 أسرة من المنطقة في الحال، إلى جانب اتخاذ اللجنة لعدد من القرارات الصارمة لصالح عودة الهدوء والاستقرار إلى الولايات الشمالية.
وجهت المحكمة اتهاما للرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الثراء الحرامي والمشبوه وحيازة النقد الأجنبي. ورفض قاضي المحكمة إطلاق سراح البشير بالضمان العادي، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع. واستجوبت المحكمة البشير في جلسة أقر فيها باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال البشير أمام المحكمة إن الأموال وصلت بطائرة خاصة عبر مدير مكتب بن سلمان. وفي رده على سؤال قاضي المحكمة عن سبب عدم إيداعها في خزانة بنك السودان المركزي، أوضح البشير أن البنك كان سيسأل عن مصدر تلك الأموال فلم نفعل ذلك لأن ابن سلمان طلب عدم ذكر اسمه، مؤكدا أنه لا يتذكر التاريخ الذي أرسل فيه المبلغ. أكد والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله اهتمام الولاية بتدريب المعلمين وتأهيلهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية التعليم. وقال خلال مخاطبته انطلاقة الدورة التدريبية للمعلمين بولاية غرب كردفان إن الولاية بدأت خطوات جادة في إصلاح البيئة التعليمية بتوفير الكتاب المدرسي والإجلاس وتدريب المعلمين. ووجه والي غرب كردفان وزارة التربية والتوجيه بتكملة إجراءات طباعة الكتاب المدرسي بالولاية، كما وجه برفع دراسة عاجلة لإنشاء مركز لتدريب المعلمين بالولاية. ونحن في الولاية علينا على أنفسنا أن ننطلق رغم شح الإمكانات، أن نبدأ البداية الصحيحة. فإذا أردنا أن نبني هذه الولاية أو أن نبني أمة أينما كانت، علينا بخطة استراتيجية للتعليم وتمويلها تمويلا كاملا. الآن أنا وجهت الإخوة في مكتب التنسيق أنه عرفت أنه في مطبعة لكن تعمل في النسخ فقط، جمعنا فواتير مبدئية حتى نشتري مطبعة إخواننا لطباعة الكتاب المدرسي في الولاية. أشاد مزارعون بولاية جنوب دارفور بمشروع وزارة الإنتاج بتطبيق نظام التقانة الزراعية، ذلك لرفع نسبة الإنتاج وتوسعة الحقول الزراعية. وأشار عدد من مزارعي مناطق محليتي السلام وقريضة إلى أهمية المشروع التقني الذي ساعدهم في زراعة مساحات واسعة ستكون لها نتائج مثمرة ترفد الإنتاج بالمحاصيل الزراعية بنسبة عالية هذا العام، فيما أكدت الحكومة استعدادها المستمر لتأمين الموسم الزراعي ودعم المزارعين بالتقانات الزراعية. بشريات عديدة تلوح في أفق خريف هذا العام بولاية جنوب دارفور تبشر بنجاح هذا الموسم كما متوقع، وذلك من واقع التحضير المبكر الذي وضعته وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، فضلا عن استقرار الأوضاع الأمنية، عوامل ظهرت نتائجها الأولية في ظل استقرار هطول الأمطار وإدخال التقانات الزراعية التي استفاد منها بعض المزارعين. التطبيق الأولي أو التقني للزراعة يعني حسينا في فارق ما بينه وبين الزراعة التقليدية. أولا الزراعة التقليدية فيها بطء في الزمن وضيق في المساحة، دي شجعتنا أن نزاد على عملية التوسع ويكون عندنا طموح لحياة تانية، يعني بخلاف الحياة المعروفة عندنا الفول والعيش هسه. وقد جاءت خطة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في تطبيق التقانات الزراعية بعدد من الحقول الزراعية تحقيقا لعدة أهداف على الأرض، وقد ظهرت النتائج الأولية في النماذج التي أكدت نجاح التجربة استثمارا للوقت وزيادة المساحات المزروعة. طبعا تطبيق هذه التقانة آليا بواسطة الزراعة، أول حاجة تحضير الأرض بواسطة الهرو والتسطيح، وكذلك تم تطبيق الزراعة في خطوط. هذه التقانات مهمة جدا ونحن إن شاء الله يعني تم تطبيقها لأكثر من سنة، وكل المزارعين الآن يعني هؤلاء هذه مزرعة رواد أو مزرعة نموذجية لإنسان طبق قبل كده الزراعة بالزراعة، والآن توسع يعني من 40 فدان توسع إلى 180 فدان. وتقول سلطات الولاية أن استقرار الموسم الزراعي ونجاحه يدعم خطة رئيس الوزراء القومي لتحقيق الإنتاج والإنتاجية من واقع العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم، مع التأكيد المحافظة على الاستقرار الأمني بالولاية. نوعد أخونا رئيس الوزراء
الدكتور عبد الله حمدوك عم يتذكر في حديثه اللي كان يمكن حضره كل اهل السودان، انه الانتاج وزياده الانتاجيه وعوده النازحين والعوده الطبيعيه وتحقيق السلام حتى انه يستغل الاقتصاد ويزيد الانتاجيه. واقول له نحن والله عبر اهلنا ديل انه هذه الاشياء التي ارتكزت فيها على كلامك عشان تحقيق الانتاجيه كلها متوفره الان في جنوب دارفور. فنحن نوعد اهلنا في السودان عامه وجنوب دارفور بصفه خاصه، احنا موعودون هذا العام بانتاج وفير جدا. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بخريف طيب جدا وامطار غزيره وامطار كثيره. ويقول مراقبون ان المؤشرات الاوليه للموسم الزراعي لهذا العام بجنوب دارفور تبشر بانتاج زراعي كبير يمثل قاعده مهمه للاصلاح الاقتصادي بالبلاد. مهدي العزيب، الشروق، منطقه دونك الخير، محليه السلام. وتتابعون في هذه النشره ايضا، وزارة الإنتاج بجنوب كردفان تتوقع إنتاجية عالية للموسم الزراعي. أهلا بكم مشاهدينا من الأخبار المالية والأعمال. أكد مدير وزارة الإنتاج بجنوب كردفان حبيب الله بأن زيارة وفد وزارة الزراعة الاتحادي بغرض الوقوف على سير الموسم الزراعي بالولاية. وأوضح أن وزارة الإنتاج بجنوب كردفان قامت بعض التدخلات فيما يتعلق بالوقود والمدخلات الزراعية الأخرى، كما أشار أن الموسم في جنوب كردفان يبشر بإنتاجية عالية. لدينا مساحات حوالي 5 مليون فدان في القطاعين الآلي والتقليدي، وبحمد الله سار العمل بصورة جدا خاصة فيما يخص انسياب الوقود لمحليات الولاية المختلفة. فحتى الآن كمية الوقود المحسوبة للزراعة للتحضير والزراعة وحتى جزء من عملية الكذب بلغ حوالي 85% مما هو محتاجين له، وتم رفع المتبقي منه للمركز. ومن جانبه وقف رئيس وفد وزارة الزراعة الاتحادية الأمين حسن ميدانيا على الموسم الزراعي بجنوب كردفان في محليتي الريف الشرقي والجوز، وقال إن الزراعة بجنوب كردفان تبشر بإنتاجية عالية. هناك بشريات كبيرة لزيادة المساحات، بزيادة المساحات لأنه حصل تدخل بتوفير التقانات للآليات الزراعية التي ساعدت في زيادة المساحات، وبرضو حصل تدخل في الوقود لهذا الموسم، وبرضو حدث تدخل بتوفير التقاوي المحسنة. عموما من التحديات اللي طرحت في ولاية جنوب كردفان بصفة عامة هي التحدي اللي متوقع بين الرعاة والمزارعين نسبة لضيق المساحات. رياضيا، سقط المريخ السوداني في فخ التعادل بهدف لكل أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي جرت مساء أمس ضمن الذهاب دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان سمان الصاوي قد وضع المريخ في المقدمة بعد مرور 4 دقائق فقط قبل أن يدرك محمد النهيري هدف التعادل في الدقيقة 50. وسيكون المريخ في حاجة إلى الفوز في مباراة الإياب التي ستقام في 13 من الشهر القادم بالمغرب لضمان التأهل إلى دور 16 من البطولة العربية. أعلن نادي الهلال عن تعيين صلاح أحمد آدم مديرا فنيا للفريق في المرحلة المقبلة بحسب ما أكد رئيس النادي أشرف الكاردينال. وقال في تصريحات لقناة الهلال أمس
إن صلاح أحمد آدم مدرب ممتاز وصاحب إمكانيات وشخصية إيجابية، مشيرا إلى أنه حان الأوان لمنح المدرب الوطني الثقة الكاملة بعد تجريب عدد من المدربين الأجانب. في ختام هذه النشرة أذكركم بالعناوين: النيل الأبيض تعرب عن مخاوفها من آثار السيول والفيضانات وتدعو إلى تقديم المساعدات للمتأثرين. فيضان نهر عنبرة يخلف أوضاعا إنسانية معقدة بمنطقة سيدون، وحكومة نهر النيل تقف على حجم الأضرار. حكومة كسلة تقول إنها لن تتوانى في ردع مثير النعرات القبلية والجهوية. انتهت هذه النشرة، قدمتها لكم مشاهدينا من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. إلى اللقاء.